يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قتلوا السحرة فجلدوا، جاء عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قد قتلوا السحرة كجندب وحفصة وعمر، وعمر ثلاثة من الصحابة قتلوا السحرة، عمر وابنته حفصة وجندب بن كعب. نعم. يقول فهل لكل أحد من المسلمين إذا وجد ساحرا أن يقتله، أم أن ذلك لا يكون إلا لولاة الأمر؟ لولاة الأمر بحكم من المحكمة، أيضا هذه المسألة فوضى، هذا لازم بحكم من المحكمة الشرعية وبتنفيذ ولي الأمر. نعم.